السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتكلم مع حد وبتقول له أنا عايز أعمل تعديل على الصور أو الصورة دي شكلها حد لعب فيها، هيقولك على طول فوتوشوب، بينما في بدائل تانية للفوتوشوب وبنفس القوة، وفي ناس كتيرة جدا على مستوى العالم بيستخدموها ما بيستخدموش فوتوشوب خالص. والبرامج دي ميزتها إنها كلها مجانية، يعني بتسطبها عندك من غير ما حد يقولك لا كراك ولا باسورد ولا كل شوية تقفل منك ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص. أشهر واحد فيهم برنامج اسمه جيم، ده اوبن سورس مفتوح المصدر، دي صور متعدلة بيه وبرنامج قوي جدا. وهنبدأ نشوف بقية البرامج اللي هي مماثلة فوتوشوب، لكن دي برامج تانية. سكرايب ده بيعمل كتب، تمام، يعني زي مجازين كده، ده منافس للبرنامج ادوب انديزاين. طيب في برنامج تاني برضو اسمه انسكيب، ده منافس للإلستريتور، بيشتغل بفكرة الفيكتورز أو الرسومات الاتجاهات، ترسم خطوط ويبدأ يبني الصورة، وده بيبقى مناسب جدا لو أنت بتعمل إعلانات. وعندنا برنامج سويتش بوكر، ده مثل إن هو بيحول الكرار موديل مثلا RGB لCMYK أو CMY، الحاجات دي كلها. بيشتغل على الملفات بتاعت الاوتوكاد، بيشتغل على ملفات جيمب، بيشتغل على ملفات الكالر سكيمر، على ملفات الاوبن اوفيس، كل الملفات دي بيساعدك فيها. ملفات الادوب برضه بيفتحها ويعدل فيها زي ما انت عايز. فبرنامج الجيمب رغم ان هو مجاني، لكن هو فيه تولز قويه جدا تقدر انها تساعدك في اي حاجه انت عايز ترسمها بالفوتوشوب. طيب نشوف بقيه البرامج عشان ما نطولش عليك في الفيديو. ده برنامج بيساعدك ان انت ترسم وسهل جدا، ممكن تقول له انا عايز احمله او عايز اشتغل اونلاين، فتلاقي الواجهه بتاعته سهله جدا في الشغل بتاعه. زي ما انت شايف نقدر نشتغل اونلاين من غير ما نسطب اي حاجه خالص، تمام. وهتلاقي في تولز شبه الموجوده في الفوتوشوب وسهله جدا في التعامل، وتقدر تفتح اي لوحه من عندك من على الجهاز وتشتغل عليها وبعد كده تسيفها زي ما انت عايز. ممكن تبدا تختار اللون وتبدا تلون زي ما انت عايز، الفرشة اللي انت عايزها، تحط صور، تمام. في اعدادات كتيرة جدا. طيب بعد كده هنروح لبرنامج الفوتو اوبوس، برضو من ضمن البرامج القوية، تقدر ان انت تعمل بها تصميمات او تقدر تفتح صورة وتعدل عليها بدون اي مشاكل خالص، وتقدر تحملها فري بدون ما تدفع اي فلوس خالص، وفي تمبريك كتيرة جدا جواها. طيب فوتوبيا ده برضو مثل ان هو ممكن تشتغل عليه اونلاين بدون ما تسطب، وتبدا ان انت تعمل تعديلات انت عايزها. يعني متخيل انت على جهاز حد ومحتاج تعمل صوره، فبدل ما تقعد بقى تدور على الفوتوشوب وتحمله وبتاع، لا هنا هتقول له انا عايز اعمل كذا، يبدا ان هو يحمل لك الملفات ويبدا انت تشتغل عليه. طيب اوبن فروم ماي كمبيوتر هتلاقيه بيعمل سبورت حاجات كتير جدا، هو بس في شويه اعلانات وخلاص. ما يعني هي الفكره كلها ان في شويه اعلانات على اساس ان هم يجيبوا فلوس يطوروا. هو بيفتح اي ملفات صور انت عايزها، تقدر تعدل فيها، تقدر تقول انا عايز افتحها من الدروب بوكس، من الوان درايف، من جوجل درايف، زي ما انت عايز، وتقدر تعدل على الملفات دي. اهم الميزات اللي هو بيشتغل بيها. في برضه كريتيا، ده برضه اوبن سورس ومجاني وتقدر تشتغل عليه، والواجهة بتاعته سهلة جدا في التعامل. يعني لو انت عندك اطفال ممكن تخليهم يبدأوا بالبرامج دوت ويعملوا صور جميلة جدا بيه، تقدر تعمله داونلود ومش هتطلب منك فلوس ولا خالص. هو بيشتغل على الويندوز وعلى لينكس وعلى الابل. ولو عايز تحمل السورس كود عشان تفهم البرمجة بتاعته، لو انت ليك في البرمجة تقدر تحمله بدون اي خالص. بنت دوت نت، تمام. ما تكتبش بنت دوت نت هنا، لا اكتب جيت بنت دوت نت. هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو، تقدر تحمل البرامج ديت وتشتغل بيها بدون ما يطلب منك اي فلوس. والواجهه بتاعته زي ما انت شايف شبه الفوتوشوب، وحتى لو دخلت هنا ممكن تحمله من المايكروسوفت ستور اللي عندك على الويندوز. طيب بيكسل ارت ده بيستخدمه كتير برضو لان هو اونلاين، فمش محتاج ان اسطب حاجه خالص. اوبن ايمج، وتبدا تعدل تعديلات كتير قوي. هو في حاجات كتير جاهزه لليوتيوب، للسوشيال ميديا عموما يعني. ودارك تيبل ده برضه تقدر ان انت تفتح اي صور ويبدا يستعرض الصور وينظمهم لك بشكل حلو قوي،
وتقدر تعدل الإضاءة وتقدر تعدل الستايل وتقدر في شوية تعديلات كتيرة جدا، كل ده مجاني. أتمنى تعجبكم، لو تعرفوا برامج حلوة مجانية تقدر نفيد بها الآخرين ياريت تكتبوها لنا في التعليقات.